الأخ عزيز كيوصل لولاية وايومين. مرحبا بك السي عزيز في ولاية وايومين. مرحبا. السلام عليكم، مساء الخير من هنايا. دابا حنايا وصلنا لمدينة شاين بولاية وايومين. لقينا الثلج، لقينا عاصفة ثلجية، يعني الرياح كانت قوية بزاف، رياح قوية، يعني اضطرينا نحبسو في المدينة هذا حيت كنا غادي نحبسو حتى للشمال، ولكن اضطرينا، يعني ما كانش، يعني الطريق خطير بزاف، سي تري دونجوغ. ايوا ان شاء الله غدا نقتربو ونكملو الطريق ان شاء الله. انا خديت هاد الشومبر هاديك، هذا المنظر كتشوفو ليا برا تلج. فوالا تولوج، يا تولوج. احنا خدينا السانكيام ايطاج، يعني فيفث فلور. هادي المدينة ديال شاين تتبان من هنا، يعني مدينة جميلة صراحة، عندهم واحد ستيل ديزاين مختلف. هذا مكان، هو الماتريال راه هو غادي نشوف ان شاء الله نقد شي افلام وداكشي اللي قديت، خصني نشارجي الباتريال. يلاه غنشعلو التلفازة ضروري باش نشوفو الاخبار، سي تري امبورطون، حيت دابا كاينة عاصفة ثلجية، يعني خاصنا نعرفو شنو كيدير، حيت يعني يقدر البلان ديالنا يتغير. ان شاء الله عندنا الطريق طويلة والبلايص اللي باغي نمشيو ليهم يعني ما ساهلينش، يعني واحد المنطقة، يعني الطريق اللي بين مونتانا وايداهو واشنطن سيادل، يعني طريق صعب جدا. ايوا ان شاء الله تن شوفوا نرجع لهادشي، هاد نريق الاذاعه. اي فوالا لا دوش، لا دوش لا دوش. ايه ديما هنا نشوف ان شاء الله انا الامور مزيان، يعني هذا الحمام هذا صراحه عجبني. فوالا حمام نقي، يعني بخير، يعني هذا لوطيل صراحه مزيان. غادي نوريكم السميه ديالو اللي جا ان شاء الله لهاد الولايه، راه مزيان. فوالا هما في الباب هنا، هذا هو سميه هاد لوطيل، سميتو ريد لاين هوتيلز. يعني مزيان، عندك حتى تصاوب الحوايجات ديالك، يعني مزيان. والثمن ديالو صراحة بوكينا اونلاين، الثمن كان مزيان صراحة. كما قلت لكم يعني الثمن يعني 54 دولار صراحة. الا جيتي هنايا مباشرة الثمن غادي يكون 86 دولار، يعني فرق كبير بين 86 دولار و 54 دولار. سكيفي انك دائما يعني تبوكي، انا تندخل اكسبيديا، تندخل بوكين دات كوم، كاين اغودا، كاين بزاف ديال الويب سايتات تتقلب فيهم كاملين حتى تتلقى الثمن اللي تيعجبك مزيان. داكوغ. الوغ يعني هذه الطريقه باش نبوكي انا لوطيل، يعني اون افونس توجور. كما غادي تشوفوا معايا دابا حنا في بلاصه ديال الثلج، يعني من منطقه خطيره صراحه. خاصني الانسان يكون تيعرف يسوق مزيان في الثلج، المشكل كاين الثلج وكاين الويند، الريح، كاين الريح يعني تري فور، ما كاينش اللعب، يعني تقدر الريح الى تجنبتي حدا الطريق، يعني الريح يقدر يدفعك، يعني سكيفي خاص الانسان يسوق بشويه، يعني غولي اون بريدونس. هادشي اللي كاين، وهذا هادشي اللي كاين دابا تشوفوا، راه هو اللي كاين واقع عندنا هنايا. دونك اضطرينا نحبسوا في هاد المدينه شاين وايومين، وان شاء الله تنشوفوا شنو كاين ان شاء الله. كتبقى الطريق طويله، يعني
باقي لنا جوج ولايات نقطعوهم عاد نوصلوا للولايه الثالثه اللي هي واشنطن سيارة، ومن بعد نبطل اوريغان ونبطل يوتا ونمشيو كاليفورنيا وعاوتاني نيفارا اريزونا. يلا خليكم معنا يوم انا الامور تمشي على خير وبخير ان شاء الله. شريط كبير لونه أحمر تلقاء الثلوج المتساقطة في ولاية وايومنغ. هذه هي وايومنغ، والو ما كاين فيها صراحة ما يتشافها الخلا والبهائم والمراش، فقط هي مجرد سهول. كما كتشوفوا الخوت هاد وايومنغ خرجتها من هاد النهار، الله ياخذ فيها الحق، ما بغاتش تسالي وما فيها ما يتشاف. بقنا هاد الحسن منا، والله الا بقنا هاد الليله احسن منا بالله. شوف البقر شي البقر ليه؟ بالنسبه للبقر هو عندهم هنا، عندهم البقر، عندهم طير بقر، عندهم المهم العروبيه الامريكان راه هي هادي، ما كاين والو، لا طايره يا طير ولا وحش يا سير. انت اصحاب الرموكات اللي كيجيبوا السلعه كيدوزوا دات سيت والرحله. انتما الخوت على حساب شنو قلت لكم، الطريق هما كيصبغوها عمدا، لان انتما كما كتلاحظوا هنا كاينه الهبطه والهيها راه كاينه الطلعه دايرها، دونك ملي كتكون هاد الهبطه الطلعه الطوموبيلات كيزلقوا اكثر ملي كيكون الثلج، دونك هما عمدا صبغوا الشانطي باللون الاحمر باش حتى داك الثلج تيذوب دغيا، بحال كتكب، بحال ملي كتكب الملحه على الشانطي تيبقى يذوب، ما كيبقاش حتى الطوموبيل كتكون شاده في راسها. دابا حاليا انا عزيز انت صايك، كي كتحس بالطوموبيل وانت صايك؟ فبالنسبه للون الاحمر، بالنسبه للون الاحمر الطريق تتبان يعني شاده، الطوموبيل لاصقه في الارض يعني غدا سموت، يعني ما كاينش اهتزازات، يعني تتحس بالطوموبيله في تحكم. وشنو الفرق بينها وبين الطرق العاديه ملي ما كتكونش حمراء كتكون زرقاء؟ الطرق الاخرى يعني على ما فهمت انايا الاخرى تيكون فيها تيوقع فيها تشققات بفعل الثلوج و ذاك الايس، يعني تيوقع فيها تشققات من بعد تولي يعني الطوموبيل ديما متتحكمش، صعيب تسوق فيها، يعني متيكونش قلة التحكم ان شاء الله. وبالنسبة قربنا ان شاء الله نساليو مع وايومنغ باش ندخلو لساوث داكوتا، ما بقى قد ما فات.